بالفعل. على العموم نختم بهذا الخبر عن محطة للوقود تحديدا موجودة في منطقة صيدا جنوبي لبنان، إذ يتزايد الإقبال عليها دون غيرها بالرغم من أنها تقدم الخدمات ذاتها كغيرها، ولكنها تتميز عن مثيلاتها بالطاقم الذي يتولى خدمة الزبائن. لنشاهد. محطة وقود في منطقة صيدا جنوب لبنان تبدو من بعيد كمثيلاتها في أي مكان من البلد، ولكن بمجرد الاقتراب من عداداتها يفاجأ السائق بمجموعة فتيات يلقين عليه التحية ويسرعن لملء خزان سيارته بالوقود. أول فكرة يمكن أنه بحسوا العالم أنه كيف أنه شيء جديد، فبصير أنه كمان أنه بيجوا لهون هيك. أنه أكيد أنه إذا شافوا بنت عم تشتغل، بس لازم يكون في مساواة بين المرأة والرجل، ما فيش غلط هيدا الشيء يعني. المحطة التي تقدم الخدمات نفسها كغيرها من المحطات التي يعمل فيها الذكور، تفاخر القائمات عليها بأنها تقدم خدمة تتميز عن مثيلاتها تلك، وتحظى بشعبية كبيرة لا تتمتع بها منافساتها في القطاع ذاته. لأنه الفكرة حلوة فزدنا عدد البنات، وكمان لأنه نحن مع المرأة والمجتمع الذكوري طاغي إجمالا، لأنه نحن مع المساواة. وتضيف مديرة المحطة أن زيادة عدد العاملات إنما أتى كذلك لتلبية الإقبال المتزايد من الزبائن من سكان الجوار وعابري السبيل على حد سواء. بحب اجي عبي من هون كثير، لانه الخدمه هون عندنا في اي بي وفي سبايا كمان، فشيء كثير سبيشال وغريب يعني. الحماسه الكبيره التي تبديها هؤلاء النسوه في مزاوله هذا العمل لعلها وسيله للقول ان الدعوه للمساواه باتت تحتاج لان تنتزع انتزاعا، ولكن هل هي فعلا الرغبه بنيل اعتراف المجتمع بقدره المراه على القيام بأعباء الرجل، أم أنها الفاقة التي أجبرتهن على خوض ما لا تبالي نساء من طبقة اجتماعية أخرى بمجرد تخيله؟ وسواء أكانت هذه أم تلك، فمما لا شك فيه أن هؤلاء النساء قد انتزعن من منابر النداء مطلبا جعلن منه ظاهرة على أرض الواقع. انتهت ملفات حصاد هذا اليوم. شكرا لكم على المتابعة، نذكركم بأبرز عناوينه.